إذ نادى ربه نداء خفيا. من فوائد إخفاء الدعاء أنه أعظم في الأدب والتعظيم، لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، ومن رفع صوته لديهم مقتوه، ولله المثل الأعلى. فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. ابن تيمية رحمه الله، أقول بفضل الله سبحانه وتعالى، وإخفاء الدعاء والعبادة دليل على الإخلاص، وكذا اليقين بعظمة الله وإحاطته وعلمه، وأبعد ما يكون عن الرياء. فيا رب، يا ربي ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، واحفظنا من الرياء. اللهم أمين. مستنيكم تشرفوني على القناة عندي على اليوتيوب أسامة البهنسي، وعلى الفيسبوك برضو أسامة البهنسي، وعلى الإنستجرام نفس الاسم والله مش هغيره، أسامة البهنسي. بحبكم في الله. يلا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.